أكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ماهر الفضالي أن الجلسة تضمنت مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والحلول والمقترحات من أجل تنمية القطاع. وخلال لقاء خاص للتلفزيون المصري أكد الفضالي أن أهم التحديات التي تواجه القطاع تتمثل في عدم استغلال الباحثين أو استثمار دور مراكز البحوث الزراعية. مصر دولة زراعية في الأساس ومستهلك استراتيجي قوي للحبوب وخاصة القمح. الحقيقة احنا عندنا تحديات وحلول ومقترحات في هذا الملف. التحديات بتتمثل عدم استغلال الباحثين الزراعيين وغياب دور الأبحاث الزراعية. أنا عندي مركز البحوث الزراعية فيه أكثر من 10,000 باحث و26 معهدا ومحطة ومزرعة بحثية على مستوى الجمهورية لم يتم استغلالهم الاستغلال الأمثل. أيضا عندي كمان أكثر من 30,000 باحث في مركز القومي للبحوث لم يتم استغلاله. أيضا من التحديات اللي موجودة كمان معايا بالرغم من تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي تصل ل 95% من الدواجن والبيض، ولكن يتم استيراد معظم مدخلات الإنتاج من الأعلاف.